السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الخامس في مجالي الحديث الشريف من مادة التربية الإسلامية. نتابع معا اليوم ما تبقى من درسنا السابق، وهو حديث شريف فضل الحياء. دعونا معا نتذكر نص هذا الحديث لنبدأ درس اليوم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن هذا هو عنوان درسنا فضل الحياء، هذه تذكرة بنص الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن معا سنتعرف على معنى الحديث العام. سيدنا محمد نص لنا الأحاديث العظيمة في الإسلام، وهي أصل من أصول الأخلاق تجمع لنا الكثير منها. يقول سيدنا محمد: يجب علينا التحلي بخلق الحياء، فهو من الأشياء العظيمة التي تقود صاحبها إلى الجنة. يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما وصل إلى الناس من كلام الأنبياء. المقصود بالنبوة الأولى أي التي كانت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هنا أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن لديك حياء فاعمل ما شئت، لأن الله تعالى سيجازيك على ما صنعت. فهمنا؟ إذن هذا هو المعنى العام للحديث الشريف. هل تريدون أن تعرفوا صفات خلق الحياء؟ يحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على التخلق بخلق الحياء، لأنه زينة النفس البشرية، وهو تاج الأخلاق بلا منازع، وهو من أعظم أخلاق المؤمنين. أخيرا شعبة من شعب الإيمان التي تقود صاحبها إلى الجنة. إذن هو شعبة من شعب الإيمان، سنتعرف على معنى هذا الشيء بعد قليل. إذن ما هو فضل الحياء ومكانته؟ الحياء صفة من صفات الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ثانيا، الحياء شعبة من شعب الإيمان، أي هي أنواع من الأعمال المختلفة التي إذا عملها المسلم دل ذلك على إيمانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هل فهمنا؟ نعم. إذن الحياء أيضا من أخلاق الأنبياء وصفاتهم، ومما أوصوا به واتفقوا عليه. أخيرا، الحياء باعث على فعل الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن هذه الأمور الأربعة هي من مكانة الحياء. معا سنقوم بحل السؤال الرابع والخامس: تتجلى قيمة الحياء ومكانته مثل ما قلنا في أمور أربعة، اذكر 2 منها. أحسنتم. الحياء صفة من صفات الله، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الفوائد التي استفدناها من الحديث الشريف كثيرة، منها أن الحياء من أخلاق الأنبياء وصفاتهم، والحياء شعبة من شعب الإيمان. شكرا لاستماعكم، بارك الله فيكم، أتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.